أحبائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتذكروا يا أحبائي أنه بالدرس الماضي حلينا عدد من التمارين ووصلنا لعند فكرة جديدة واللي هي الأصلصيلار. شو معنى هالأصلصيلار يا أحبائي؟ الأصلصيلار هي الأعداد الأولية باللغة العربية. طب شو معنى هالعدد الأولي؟ طيب رح نعرف شو معنى هالأعداد الأولية مع بداية هالمعلومة هي، يعني بالجهاز نفسه. باللغة العربية العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل إلا القسمة على نفسه وعلى العدد واحد. طيب باللغة التركية لنشوف شو مكتوب عندي بالجهاز نفسه. صادا جبيرة با كندسنا تامبولنا بيلان بيردان بيوك دوا سيلارا أصل الصير دنر، يعني الأعداد هي مجموعة من الأعداد الطبيعية التي تقبل القسمة على نفسها وعلى العدد واحد. طب واحد فيكم راح يقول أستاذ طب أعطينا أمثلة. الأمثلة على ذلك الرقم 2 مثلا. الرقم 2 كعدد طبيعي بيقبل القسمة على كم؟ بيقبل القسمة على 1 يساوي 2، وبيقبل القسمة أيضا على 2، راح يكون الناتج 2، عفوا راح يكون الناتج 1. طيب يا أحبائي بالنسبة للرقم 3 نفس الشيء، لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى العدد 1. طب أنا لو فكرت أقسم العدد 2 أو العدد 3 على 2 فلنفترض، راح يطلع معي فواصل، يعني راح يطلع معي مثلا إذا قلت 3 تقسيم 2 راح يطلع معي 1.5. بيربطشوك يلا بيرتم ذا اوندا بيش. طيب انا ما بدي يطلع معي فواصل، انا بدي يطلع معي اعداد طبيعيه صحيح، هون اعداد كامله، فبالتالي معناها بقول الاعداد الاوليه هي الاعداد او اصل سيلر لا تقبل القسمه الا على نفسها وعلى العدد واحد. تمام كاندي سينا ذا بيرا تام، لاحظوا تام، يعني معناتها الفواصل ما لازم يكون الفواصل ليطلع معي عدد كامل. طيب راح نشوف المثال. مكتوب عندي اون اونيكي اون دورت اون التو اون سكيز تشيف سايلارونو فارقلو اكي اصل ساينون توبلام شكلنده يازالم، انه خلينا نكتب هالاعداد الموجوده هون بين ايدي هي اعداد زوجيه. شو معناها تشيف ساير؟ معناتها عدد زوجي، يعني يقبل القسمه على 2. كيف انا بعرف العدد زوجي ولا لا؟ بشوف اذا بيقبل القسمه على 2 بقول عنه عدد زوجي. طيب مطلوب مني انه اكتب هالاعداد هدول على شكل مجموع رقمين من الاعداد الاوليه، يعني مثلا العشرة هي عباره، اذا طلعت هدول الاعداد الاوليه اللي بين ايدي هي عباره عن 7 + 3 each rt يدي شتر اون بيعطيني قديش 10. تمام ما تخلصت منها. العدد 12 انا شو الاعداد الموجودين هون بين ايدي اذا جمعتهم بطلع معي 12، بطلع عندي يا احبائي السبعه والخمسه، هذول اذا جمعتهم مع بعض راح يعطوني كم؟ راح يعطوني العدد 12 اونيكي مثل ما كنتم شايفين هون. والعدد 14 نفس الشيء، هي عباره عن 11 + 3، 11 و3 يساوي الناتج 14. طيب والرقم 18 نفس الشيء، 18 هي عبارة عن 17 وكم؟ عفوا 18 هي عبارة عن 11 و7، هي 11 رح نمسح ال 17 هي عبارة عن 11 وكم؟ و7، 7 + 11 إذا جمعته رح يعطيني الناتج كم؟ 18 اون سكيز. وهيك بكون فهمت شو معنى الأعداد الأولية وحليت مثال على الأعداد الأولية. طيب عندي هون أشهد كيفيريلان بالتشالشمان صيف الصيف مثل ما كنتم شايفين هون، أشهد فيريلان سايلر أرسندكي أصل سايلر يازمس، أنه خلينا نكتب الأعداد الأولية الموجودة بين هالرقمين. الأعداد الأولية الموجودة بين 0 و16 كم؟ عندي 2 عدد أولي، 3 عدد أولي، 5 عدد أولي، 7 عدد أولي، 11 عدد أولي، 13 عدد أولي. ال 14 لا بيقبل قسمة على 2، ما لازم، ما هو أولي، يعني العدد الأولي بيقبل قسمة على نفسه وعلى العدد واحد. مثلا 13 بيقبل قسمة بس على 13 وعلى 1، ما بيقبل قسمة على رقم تاني.
ال 15 نفس الشيء بيقبل القسمه على 3 وعلى 5، يعني معناته ما هو عدد اولي. خلصت معناته الاعداد الاوليه بين 0 و 16. طب خلينا نجرب الاعداد الاوليه بين ال 64 او الاطمش دارت الى ساكسن ارسل. طيب عندي العدد الاول الموجود بين ال 64 وال 8، عندي مثلا هون 65. 65 تقبل القسمة على نفسها وعلى العدد واحد. طيب غيره، عندي 66 لا تقبل القسمة على 2. 67 مثلا، 67 تقبل القسمة على نفسها وعلى عدد واحد، معناتها هي عدد أولي. طيب ال 68 تقبل القسمة على 2 كمان، ال 69 بتقبل القسمة على نفسها وعلى عدد واحد بس، فبالتالي عدد أولي. بعدين عندي الكام؟ ال 70 عدد مؤولي، عندي بعدين 71 عدد أولي. ليش عدد أولي؟ ما في عدد بضربه بنفسه، ما في عدد أو بيقبل القسمة على نفسه أو عدد واحد غير ال 71 بالنسبة للأعداد هي. فبالتالي بقول ليت مشبير أصل صيدر. طيب عندي ال 72 مانا عدد أولي، 73 عدد أولي كمان، 73 ليش عدد أولي أو أصل صيد؟ لأنه بتقبل القسمة بس على نفسها وعلى العدد واحد. 74 مانا عدد أولي، 75 مانا عدد أولي، 76 مانا عدد أولي، 77 ها 77 مثلا عدد أولي. بعدين عندي يعني على شو ما قسمت الأعداد هاي راح يطلع معي فواصل، فبالتالي هالعدد هذا إذا قسمته على نفسه أو قسمته على واحد حيطلع معي جواب صح، فبالتالي هذا عدد أولي. يعني مثلا لو أخذت 77 بلو بلو واحد بير بير راح يطلع معي نفس الشيء 77. طيب لو قسمت 77 تقسيم 77 راح يطلع مع أوية مشيدي صنوش نادر صنوش بيردر. طب لو قسمت غير هيك مثلا على تقسيم 3 أو تقسيم 4 أو تقسيم 5 قسمت على شو مكان راح يطلع معي قديش فيرجول، يعني مثلا عدد فيرجول عدد، أنا ما بدي يطلع معي فيرجول أو فاصلة، تمام؟ فبالتالي هو هاد 77 عدد أولي. بكمل بشوف شو في عندي أرقام أو أعداد أولية كمان. عندي يا أصدقائي إن 77، 78 تقبل القسمة على 2 كمان، 79 عدد أولي نفس الشيء ما تقبل القسمة غير على نفسها وعلى العدد واحد، وال 80 ليست عدد أولي. وهيك بكون طلعت الأعداد الأولية بين أطمش دورت إلى ساكسن. طيب رح أشوف عندي هون السؤال الثالث. أشهدكي قطجوك لارن يرينا هانجي رقملار يزلرسا أولوشان إكي بسماكلو سايد أصل أولور. يعني أنا شو العدد يلي إذا ممكن أحطه هون بحيث إنه يطلع معي هون أعداد أولية. يعني مثلا هون يا أحبائي ممكن أحط هون واحد مثل ما كنتم شايفين هون أحطه هون صار شقد أمبير بير بير، يعني أمبير أمبير أصل صيغ. ممكن أحط ثلاثة صار عندي أوتوز بير، صار عندي أوتوز بير الأوتوز بير عدد أولي. ممكن أحط أربعة صار عندي كر كبير عدد أولي. ممكن أحط ستة، ممكن أحط سبعة بحيث إنه يضل عندي هون أصل صيغ. طيب أنا هون شو ممكن أحط كمان غير غير الأعداد هذول؟ طيب بنكمل مثلا عندي هون يا أحبائي إذا حطيت واحد صار عندي شقاد، صار عندي أونوتش، أونوتش أصل صيغ بعده واحد تمام بيقبل بحط بيرجول. عندي كمان غير الواحد إذا حطيت اثنين صار 23، 23 عدد أولي. إيه نعم عدد أولي لأن لا يقبل القسم إلا على نفسه وعلى العدد واحد بيرا ذا كانديسنا. طيب فاصلة العدد 3 صار 33، 33 عدد أولي لا ليس عدد أولي. ليش؟ لأنه بيقبل القسم على 3 كمان. طيب إذا حطيت 4 43 عدد أولي، نعم عدد أولي فبالتالي بحط هون 4 كمان. طيب ال 45 برجع بمحيها هي هيك. طيب ال 5 عدد أولي بصير 53، نعم عدد أولي. طيب إذا حطيت
ستة صار 63 أصل صي ديل، فبالتالي ما بحطه، بحط 7. 73، هل 73 عدد أولي؟ 73 نعم عدد أولي، فبالتالي اليد جيتشا ليدر. طيب 8، 83، هل 83 يا أحبائي عدد أولي؟ نعم عدد أولي، فبحط 8 كمان، صار 63. وهيك بكون خلصت الأعداد الممكن أحطهم بالفراغهم بحيث إنه يطلع معي العدد هذي كبصمت له أصل صغير. طيب رح انتقل للفكرة اللي بعدها. عندي هون الأصل شاربان لارد، يعني العوامل الأولية. العوامل الأولية، شو معنى العوامل الأولية يا أحبائي؟ تمام، رح نشوف شو معنى هالعوامل الأولية من خلال اللي بلقيها زينسة. عندي هون أصل شاربان لارد أردشك بولما و آج دياغرامو يونتم لريلا بولابيلرز، يعني ممكن أوجد العوامل الأولية من خلال طريقتين. شو هن الطريقتين؟ الطريقة الأولى هي الأردشك بولما، والطريقة الثانية هي الآج دياغرامو. تمام، من خلال هالطريقتين بحسن أوجد العوامل الأولية اللي حكينا عنها هون. طيب رح أبلش بالأردشك بولما يونتمي. طب شو هاليونتم هاد؟ شو هالطريقة هاي؟ هالطريقة من أجل إيجاد العوامل الأولية. طيب رح نبلش بهذا المثال. مكتوب عندي هون أطمس سيصنون أصل شارفان لارنو أردشك بولما يونتمي لا بولم. نخلينا نوجد العوامل الأولية للعدد 60. العوامل الأولية للعدد 60، طب أي طريقة؟ وأنا عندي طريقتين، عندي الأردشك بولما وعندي الأتش هون الاش دياجرامو، فبالتالي هو طالب مني الاردشك بولما. طيب بكل بساطه اول شيء بحط رقم 60 مثل ما انتم شايفين هون، اطمش وبعمل هيك خط جزئي هون مثل ما انتم شايفين. طيب انا بعرف الاصل سيلر او الاعداد الاوليه هي عباره عن شو؟ هي 2 3 5 7 هيك، ومنكمل الأخير لبين ما نصل للعدد للنهاية، عدد كتير كبير. تمام، فأنا شو ممكن أحطهم؟ مطلوب مني دائما أبلش بأصغر رقم، يعني أنا ببلش أول شيء باثنين. الستين بيقبل قسمي على اثنين؟ إيه نعم بيقبل قسمي على اثنين. طيب ستين تقسيم اثنين أوتوز، باكي أوتوز أو ثلاثين تقبل قسمي على اثنين؟ إيه ليش؟ لأنه بدايته هون صفر، وأنا بعرف انه العدد بيقبل القسمة على 2 اذا كان بدايته 0 2 4 6 8 الى اخره، فبتقبل القسمة على 2. طيب بقول اوتوز بوليكي اومبيش. تمام، طيب الاومبيش او ال 15 بتقبل القسمة على 2؟ لا ما بتقبل القسمة على 2، فبالتالي بنتقل للعدد اللي بعده. ال 3 ال 15 تقبل القسمة على 3؟ اي نعم تقبل القسمة على 3. طيب اومبش بلوت قاش يابار بيش. طيب الخمسة بتقبل القسمة على ثلاثة؟ لا ما بتقبل، فبنتقل للعدد اللي بعده. بنزل الخمسة، الخمسة بتقبل القسمة على الخمسة؟ نعم بيش بلو بيش شتربير. وهيك بكون طالعت العوامل الأولية للعدد 60 بأي طريقة؟ بطريقة الأرض الشك. تمام يا أصدقائي. طيب راح انتقل حاليا مثل ما كنتم شايفين، اول شيء بكتب العدد الاوليه اكي اوج بيش يدي وبكمل. بعدين شو بعمل؟ ببلش باخذ، ببلش باصغر رقم، بحط اصغر رقم، اذا ما بيقبل بنتقل للرقم اللي بعده هون مثل ما كنتم شايفين. ف هون مثل ما كنتم شايفين انه الاصل شاربان شاربانلار او العوامل الاوليه للرقم 60 او العدد 60 هن 2 3 5 بالفعل 2 وثلاثة وخمسة. طيب رح أشوف بعدين هون، بس في عندي فكرة جديدة هون. كولاندونز بولنلر يالنجا أصل سيلاردر، إنه الأعداد دائما كل الأعداد اللي أوجدناها هون هي عبارة عن أعداد، شو أعداد أولية. طيب رح ننتقل حاليا يا أصدقائي للأتش دياغرام يونتمي، الطريقة الثانية اللي هي طريقة آش دياغرامو. طيب شو معنى آش دياغرامو؟ كيف أنا ممكن أشتغل على هالطريقة هاي؟ راح أشوف من خلال هذا الأرناك أو هذا المثال.
Mektubu ben diyon ya aslında 60 sayısının asal çarpanlarını ağaç diyagramı yöntemiyle bulalım. مشوي قال لي أوجد عوامل أولية لعدد 60 باستخدام طريقة شو؟ باستخدام طريقة العرض الشق هون تمام؟ طريق باستخدام طريقة العرض الشق بقول ما أما هون طالب مني بطريقة شو؟ بطريقة الأش ديجرام. فببلش أول شيء بحط العدد 60 تمام؟ حطيت العدد 60. طيب عدد 60 ببلش الأعداد الأولية عندي هي 2 3 5 7 ببلش بأصغر الشيء، ببلش بهون. تقبل القسمة على 2؟ نعم تقبل القسمة على 2، بحط 2. طيب 60 تقسيم 2 30، بحط 30. طيب بكمل، هل 30 تقبل القسمة على 2؟ إيه بتقبل. طيب شو بتعطيني الناتج؟ بعمل هيك، بتعطيني الناتج تقبل القسمة على 2. 30 بلو 2 شتر 15، بحط 15 أو بمحيها بكتب بشكل أرتب، تعطيني هيك 15. طيب هل 15 هون شايفينها هون تقبل القسمة على 2؟ لا، ليش؟ راح يطلع معي 7.5 وانا ما بدي يطلع فيرجول، بدي يطلع طم صير، فبالتالي بنزل 3 بنتقل لهون. طيب تقبل ال 15 تقبل القسمة على كم؟ على 3، فبالتالي شو بعمل؟ بعمل هيك 3. طيب 15 تقسيم 3 شو بتعمل؟ بتعمل 5، وهيك بكون خلصت. بكمل بحط هون 2، بحط هون كمان نفس الرقم 2 مشان يصير 3 ويصيروا مثل هرم هيك مثل ما كنتم شايفين. وهون هل 2 مقابل 2 هي رح تكون، بنرجع بنزل كمان بكتب 2، وهيك بكون خلصت. طب انا كيف بحسب اتاكد من جوابي يا اصدقائي؟ لو انا ضربت 2 ضرب 2 او ضربت 5 هي 3 ضرب 5 يتشارب 5 15، تشارب 2 30، تشاربي 2 60. لاحظوا طلع معي هون 60 تمام. فتعلمنا ان في الاعداد الطبيعية او الاعداد الاصل سيلر اللي انا طالعتهم عندي 2 هون مثل ما كنتم شايفين، وعندي 3 وعندي 5، هدول بسميهم شو؟ الاصل شاربانر. طيب رح اشوف شو في عندي هون بالجهازين هسه. بالصير اصل شاربانرنا ايررركن أرضشك بولما ينتمي لها تشوك ترجيه ديلر. يعني أنا إذا بدي أوجد العوامل الأولية لأي عدد، فالطريقة الدائما المستخدمة أكثر شيء هي الأرضشك بولما. يعني بحط الرقم مثلا وبحط جنب الشخط هيك خط، وبحط الأرقام هون وبحط النواتج هون تمام. طيب فأنتوا احفظوا فهموا الطريقتين، ولكن الطريقة الأكثر لازم تركزوا عليها هي الأرضشك بولما ينتمي. راح اشوف انا بالاورناك كي هون بالاورناك بين ايدي مكتوب 40 سايسنون اصل شاربانلارونو بولونوز، انه اوجدوا العوامل الاوليه للعدد 40. فانا بعرف العدد الاوليه شو هن 2 3 5 7 ببلش ال 40 بتقبل القسمه، ببلش انا باصغر رقم انكتشوك يكدر 40 بتقبل القسمه على 2 ايه بتقبل لانه بدايه الصفر، فبالتالي بحط 2. 40 تقسيم 2 20، 20 تقبل القسمة على 2 ايه حطينا 2، 20 تقسيم 2 10 اون اون او ال 10 بتقبل القسمة على 2 ايه بتقبل لانه بداية الصفر. طيب 10 تقسيم 2 5، ها ال 5 بتقبل القسمة على 2؟ لا تعطيني فيرجول، انا بدي طم صير. طيب بنتقل على الرقم اللي بعده، ال 5 بتقبل القسمة على الاتش؟ كمان لا تعطيني فيرجول، انا ما بدي فيرجول، فبالتالي بنتقل على العدد اللي بعده. البيش تقبل القسمه على البيش؟ ايه بتقبل، فبحط الخمسه بقول 5 تقسيم 5 بتساوي 1، وهيك بكون حليت السؤال تمام. بنتقل للسؤال اللي بعده او لقسم الشترمالر. بقسم الشترمالر يا اصدقائي عندي مثلا هون الشبكي أرض الشك بولما ينتمي إلى شاربانلارنا أيرلمش سايلر سايلر بولونوز. يعني أنا عندي هون مجموعة من الأعداد الأولية لعدد معين، لازم ينحط هون شو هو العدد هاد، مطلوب مني إنه أطالع العدد. فأنا شو بعمل؟ بمشي بالطريقة المعاكسة. شلون بالطريقة المعاكسة؟ دائما هون كان يكون عندي واحد مو؟ إذا بتلاحظوا
إذا رجعنا لورا شوي لاحظوا دائما عندي آخر الشيء لازم يكون معي واحد، حتى لو حلينا المثال اللي قبله كمان عندي دائما هون واحد. فشو بعمل؟ ببلش بقول بمشي بالعكس، واحد ضرب سبعة بيرتشر، ممكن نقول دائما بلو مثلا، هاي العدد هون بقول بلو إيكي بحط ناتج هون. هالمرة بعمل بالعكس، بيرتشر في يدي 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 تشار في يج يرمي بير. باكي يرمي بير تشار في يج قد شفار 63 63 باكي 63 çarpı 2 63 çarpı 2 kaç yapar 120 126 126 peki 126 çarpı 2 kaç yapar 200 240 252 peki o zaman 252 yazacağız 252 طيب خلينا هلا نتأكد ال 252 أو 252 بتقبل قسمة على 2؟ إيه بتقبل. قديش بعطيني الناتج؟ بعطيني الناتج طبعا أنا بعرف العدد، أقول 2 3 5 7 ببلش أنا بال 2 إيكي بتقبل قسمة على 2؟ إيه. قديش الناتج؟ 126 126 بتقبل قسمة على 2؟ بتقبل. ناتج 63. طب 63 بتقبل قسمة على 2؟ لا. فبالتالي بنتقل للعدد اللي بعده الثلاثة بتقبل قسمة على 63 بتقبل قسمة على 3؟ ايه بتقبل. قديش الناتج؟ 21. طيب ال 21 بتقبل قسمة على 3؟ بتقبل. 7 7 بتقبل قسمة على 3؟ لا. على 5؟ لا. على 7؟ ايه بتقبل على 7. فبالتالي الناتج 7. 7 تقسيم 7 1. وهيك يا اصدقائي نكون خلصنا محاضرتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء ان شاء الله بالدرس القادم او بالمحاضرة القادمة.